الفتح الخامس عشر من الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على بابك الأعظم وسرك الأكرم شمس هدايتك المبينة لأسرارك وعلى آله وصحبه وورثته صلاة تشرح بها صدورنا وتسيل بها همومنا وتقضي بها حوائجنا وتحصننا بها من كل شر يا رب العالمين وتفيض بها علينا كل خير يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بذاته صلى الله عليه وسلم، فإنك أمرتنا أن نبتغي الوسيلة إليك، وليس لنا وسيلة إلا جنابه الأعظم أن تنور بمحبتك قلوبنا، وتنور بمعرفتك ألبابنا، وتنين بالقيام لطاعتك أبداننا، وأن تمنحنا رضاك الأكبر وحفظك الأكبر ووسعتك الكبرى وعنايتك العظمى ورحمتك الواسعة، وأهلنا وإخواننا وأحبابنا أين كانوا وكيف كانوا وفي أي زمان كانوا إلى يوم القيامة، إنك مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.